الجميع البنية التحتية اللي كيتيح لنا الإقليم باش نمارسو شي نوع من الرياضة من الرياضات غادي يكون عندنا فرع ديالها. يعني البنية ديال هذا النادي هو غادي يكون واحد المكتب مديري اللي كيسير النادي ولكن كيتفرعوا منه فروع. يعني غنلقاو فرع مثلا كرة القدم، فرع السباحة، فرع كرة السلة، فرع ألعاب القوى وإلى غير ذلك، مجموعة من الرياضات. وكل فرع بطبيعة الحال عنده المكتب ديالو، كاين رئيس الفرع والمكتب ديالو. هاد الفروع وهاد الشيء حسب القانون المنظم غادي يكونوا غادي يجوا من بعد في القانون في النظام الداخلي. هاد النادي هذا مؤسس حسب يعني قانون النظام الأساسي لنموذجي اللي كيفرضوا قانون آخر قانون اللي خرج سنة 2016 ديال الشبيبة والرياضة. يعني البنود ديال القانون راها معروفة، يعني ما كان احنا ما عندنا حتى شي إضافة فيه. ملي كنتكلموا على بنود القانون يعني تكوين المكتب، عدد الأعضاء، المهام، يعني المدة الزمنية ديال المكتب، إعادة الانتخاب ديالو، طريقة الانتخاب، كل شيء داكشي حنا لا دخل لنا فيه. هو نموذج اللي خرج الجريدة الرسمية ديال كقانون أساسي لهذ الجمعيات الرياضية. علاش خرج هذا النظام؟ خرج لأن الدولة ابتداء من 2016 اعتمدت أنه جميع الأندية الرياضية تحول لاحتراف، وبالتالي كاين بنود قانونية كتفرض بأن النادي من بعد يرجع شركة رياضية. وبالتالي حتى في القانون ديالنا الأساسي راح كاين بند اللي كينص بأنه من بعد غنتحولوا لشركة رياضية، وكاين قانون اللي كينظم الشركات الرياضية. يعني هذه هي الخصوصية ديال هذه الجمعية مقارنة مع الجمعيات الأخرى اللي كتعرفوها. يعني كاين هذه الخصوصية هذه هو أنه من بعد كتحول لشركة رياضية. ما فكرناش نديرو شي حاجة، كان بإمكان نختارو واحد الفرع من الفروع ديال الرياضات ونديروه وصافي. حنا فكرنا لأن الهدف هو تنمية الرياضة في الإقليم، بالتالي اللي عنده شي موهبة رياضية يلقى فين يمارسها، بصفته مثلا رشيد. ولكن خصوصية كبيرة ما سميناهاش هنايا جمعية، سميناها نادي، حيث غادي يكون فيه حتى التكوين، يكون مدارس ديال التكوين في الفروع الرياضية كاملة. يعني غنبداو من الفئات الصغيرة، اللي بغى يعلم ولادو شي رياضة من الرياضات غادي يختارها ويلقى الفضاء في يمارسها بشوية بشوية، غيكون مقدرين رياضيين تقنيين في جميع الفروع. عاد بطبيعة الحال كاين الفروع اللي غادي تكون كتمثل النادي في الممارسة سميتو في المنافسات الرياضية مستوى المحلي ولا الوطني ولا حتى الحال حتى الدولي اللي كنطمحوا ليه ان شاء الله من بعد. ولكن اللي تيهمنا حنا هو كل واحد في هذه المدينه يلقى راسو في هذا النادي. اي فكره، اي نشاط رياضي كيعجبو ولا بغى يمارسو يتوجه للنادي غيلقاه، ما كاين حتى شي مشكل. كاين واحد خصوصيه اخرى اللي غتميز هذا النادي على الانديه الرياضيه الاخرى، وانا غادي نخصوه للنساء. بمعنى الناس اللي غادي يدخلوا عندنا يمارسوا الرياضه غير النساء. علاش فكرنا فيها عاوتاني؟ حيت حنا من بعد درنا واحد البحث واخا كان غير صغير، لقينا بان اغلب العائلات عندهم بناتهم عندهم موهبه، هذه الموهبه كتجي كتولد مع الانسان، ولكن كيخافوا يصيفطوا بناتهم للنوادي الرياضيه على اشرا لكن اختلاط وشويه ما عرف كيخافوا عليهم وصافي. يعني حنا بغينا يكون ذاك الامل ديال مصيفطه بنته ولا مصيفطه بنتها، راه غتصيفطها لواحد النادي اللي مؤطرات نساء. حنا ديما غنقلبوا من شروطنا لا في التاطير ولا في التكوين ولا في كل شيء النساء. غيصيفط بنته غيعرف راه كاين المؤطرات ولا المدربات ولا المنشطات، كلشي إينات. هذه هي الخصوصية اللي بغينا نديرو، بحال لا غيكون نادي ديال الإينات مخصص للإينات ويسيره الإينات. وانت لاحظتوا
حتى المكتب المكتب المديري اللي كينص عليه القانون اللي بغينا نسير هذا النادي. الفكره كانت هو انا نديروا اغلبيه نساء على الاقل 80% في انتظار ان في المستقبل ان شاء الله يقدر يرجع كله غير نساء. هذه عاوتاني خصوصيه مسيرات رياضيات ما كاينينش في المغرب. حنا بغينا يكون عندنا هنا وتكون هذه العرايشيه القاطره يكون فيها مسيرات رياضيات. المسيره ماشي غير السميه وصافي. ني في غادي مارسو المره انا حضرت مع الاخوات في اجتماعات كثيره غنخدموا باللجان لان حتى القانون تيفرض يكونوا لجان وكل لجنه مختصه حاجه واعضاء ولا عضوات المكتب غيكونوا رئيسات لجان عندها لجنه ديالها وكتمارس مهامها ولا ديك اللجنه ما دارتش خدمتها راه يوقف كل شيء حيت شي كيتكل على شي. يعني كاين واحد النظام ديال التسيير غادي يكون يعني معقل وغادي يمشيو بثبات. الخيوط غنضبطوها من الرؤوس ديالها باش نتحكموا في داك الهرم اللي غادي المكتب المديري هو الهرم. ما تنساوش كاين اللجان كاين الفروع ونتحكموا في هذاك الشيء ان شاء الله كامل. غير الفروع راه فيها الانديه راه كاين الانديه اللي كتمارس وكاين والمدارس تكون